بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بتأكيد هنتابع فيها الاستعدادات الخاصة بالنادي الأهلي خلال المرحلة القادمة. الحمد لله بعد الفرحة والتتويج بالدرع رقم 42 أكيد في استعدادات خاصة للفترة القادمة. الفرحة بالتأكيد ما زالت أصداءها موجودة لدى جماهير النادي الأهلي، لكن بالطبع هناك تركيز شديد بالنسبة للمرحلة اللي جاية. عندك مرحلة حسم بطولة إفريقية تستعد لقائمة الموسم الجديد، عندك مباريات كأس مصر، فبالتالي الموسم لم ينتهي. الفرحة عند الجماهير وعند الجميع، لكن بالتأكيد الشغل الشاغل الفترة الجاية إزاي هنستعد للأميرة السمراء والتتويج يا رب بإذن الله خلال الفترة اللي جاية. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة، لكن بسرعة ندخل في تفاصيل الحلقة ونبدأ بالسؤال اللي بالتأكيد هذا السؤال بيكون موجه لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، ومن خلاله نحب نسمع بالتأكيد رأيكم في يعني التصور اللي حصل على مدار الموسم. والنهاردة طرحين جزئية مهمة جدا، إيه أجمل هدف أو أحلى هدف الأهلي سجله في مشواره خلال الدوري العام هذا العام والتتويج بالدرع رقم 42؟ أجمل هدف من وجهة نظركم؟ كل واحد يدخل ويشارك معنا من خلال صفحات القناة سواء على الفيسبوك أو تويتر أو إنستجرام، وبالتأكيد هنعرض مشاركاتكم في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند. لكن سريعا ندخل لعناوين الحلقة، والنهاردة عندنا عناوين مهمة جدا وكلام مهم بالنسبة للأهلي في المرحلة القادمة. نبدأ بترند الأهلي. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نادي مصر. كمان في ترند الأهلي، نقل مباراة طنطا والأهلي إلى ملعب الأهلي والسلام. في الترند العالمي، محمد صلاح يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة. أهلا بحضراتكم من جديد، وبالتأكيد عناوين مهمة جدا، لكن أبرز عنوان أنا بتكلم معاكم إن مباراة طنطا والأهلي تم نقلها إلى ملعب الأهلي والسلام. الخبر ده عشان نشرحه للناس، عشان لازم الناس تبقى فاهمة بالظبط اللي تم خلال الساعات القليلة الماضية. أولا، مباريات الدوري العام كلها بلا استثناء بتقام من خلال تقنية الفيديو، تقنية الفار، فبالتأكيد هذه التقنية في ملاعب محددة، من خلال هذه الملاعب بيتم استخدام التقنية، وهذه الملاعب مرخصة لاستخدام هذه التقنية. ملعب غزل المحلة ليس من الملاعب الحاصلة على الترخيص لتنفيذ التقنية خلال مباريات الدوري العام، لذلك إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تقديم أولا مباراة طنطا والأهلي في الأسبوع 30 لمسابقة الدوري 24 ساعة عشان تقام في الثامنة من مساء السبت 26/9 الجاري، وتم نقلها إلى استاد السلام بالقاهرة بدلا من استاد غزل المحلة. نقل المباراة زي ما قلت لكم بسبب عدم حصول استاد غزل للمحلة على ترخيص تقنية الفيديو حتى هذه اللحظة. بالمناسبة كان في نفس اليوم المفروض مباراة الزمالك مع الجونة في القاهرة، وكان الأهلي يلعب في المحلة، لكن المباراتين لما تم تغيير مباراة الأهلي بقت المباراتين في يوم واحد، فبالتالي مباراة الأهلي بقت يوم السبت 26/9 ومباراة الزمالك بقت يوم الحد 27/9. طبعا المباراتين كانوا يوم 27/9، الأهلي في المحلة والزمالك في القاهرة، فبالتالي لما الاهلي غير او اداره المسابقات لما غيرت موعد مباراه الاهلي وطنطا، فبالتالي تم تغيير موعد مباراه الاهلي لانها هتتلعب في القاهره، فابتدى الاتحاد الكوره يخلي ميعادها يوم السبت والزمالك هيكون ميعاد مباراته يوم الاحد. عموما بشكل عام النهارده كمان في مباراه مهمه جدا، مباراه الزمالك وطنطا. الزمالك بيصارع على المركز الثاني، داخل في منافسه قويه جدا على المركز الثاني، خاصه بعد فوز بيراميدز بالامس وتعادل المقاولين اول امس، ونقدر نقول النهارده مباراه يمكن السوشيال ميديا وصفتها وكانها كلاسيكو وديربي ما بين الكابتن رضا عبد العال في القيادة الفنية لفريق طنطا والكابتن طارق يحيى في القيادة الفنية لفريق نادي الزمالك. هنشوف هذا الكلاسيكو أو هذا الديربي كما وصفتها السوشيال ميديا خلال الساعات اللي جاية، والنهاردة المباراة بالتأكيد الكل هيتابعها الساعة 8. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند الترند، وعندنا فيها معلومات تهم جماهير النادي الأهلي في المقام الأول. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة ترند الترند. واحدة واحدة كده نركز مع بعض عشان الكلام اللي جاي كلام مهم جدا، وإحنا بنعمل الموضوع ده تحديدا عشان خاطر جمهور النادي الأهلي لا ينساق وراء أي معلومات أو تصريحات أو أخبار سواء تقارير خارجية أو داخلية بخصوص المرحلة اللي جاية، وتحديدا مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مباراة الوداد والأهلي في كازابلانكا يوم 17 أكتوبر. في هذا الملف تحديدا احنا فتحنا موضوع التحكيم في افريقيا او التحكيم في مصر، وبنقول لكم الفتره الجايه يحصل فيها ايه. لكن من شهر اتكلمنا على هذه المباريات وقلنا ما فيش لجنه حكام في العالم سواء في اتحاد افريقيا او اي اتحاد في العالم بتختار حكام قبلها
ب40 يوم او ب30 يوم. النهارده هنقول لكم بشكل عملي ايه اللي بيحصل، والكلام ده مش هتسمعوه في اي حته، احنا بنقول لكم الكلام ده عشان نطمن جمهور النادي الاهلي ان الملف ده تحديدا الفتره الجايه باذن الله هيكون فيه عداله كبيره جدا، والاتحاد الافريقي مهتم جدا بملف حكام المباريات القادمه عشان ما يحصلش نفس ازمات البطوله الماضيه. ايه اللي حصل في هذا الملف والكلام اللي هتسمعوه لاول مره، وهنعرضه بالصوره عشان نطمن جمهورنا ايه اللي بيحصل قبل تعيين طاقم تحكيم مباريات نصف نهائي دوري الابطال وايضا كمان الكونفدراليه. اول حاجه الصوره اللي قدامنا ده اجتماع اونلاين تم عبر تقنيه الزوم ما بين مجلس خبراء التحكيم مع احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي. هذا الاجتماع كان الهدف منه تحديد اليات العمل بالنسبه للفتره اللي جايه، خاصه ان الكره الافريقيه مقبله على مباريات هامه جدا وحساسه وفيها دربيات وكلاسيكو كبير ما بين الانديه المصريه والمغربيه، وهناك اهتمام كبير جدا من رئيس الاتحاد الافريقي ومجلس الخبراء اللي تم تشكيله من فتره قريبه جدا لهذا الامر. قدامكم في الصوره اعضاء المجلس، اولا برئاسه احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي، وهو طبعا بالتاكيد المجلس جهه مستقله، لكن طبعا رئيس الاتحاد الافريقي مهتم جدا بهذا الملف وبيشوف التحكيم كيف سيتم التعامل معاه خلال الفتره اللي جايه. قدامكم اعضاء اللجنه في الصور قدامنا، وتم الاستعانه بناجي الجويني طبعا المحاضر الدولي والحكم الدولي القدير، تم الاستعانه به في مجلس الخبراء كراي استشاري ودور مهم جدا في المحاضرات الفتره الجايه. ناجي الجويني من الشخصيات التحكيميه القديره جدا في الكره العربيه والافريقيه وتم الاستعانه به. طيب هذه اللجنه عشان نعرض لكم الاسامي بالظبط ده التشكيل الرسمي لمجلس خبراء التحكيم لاول مره بيتم الاعلان عنه بشكل رسمي عشان نعرف كل مشاهدينا هذا المجلس ازاي هيشتغل الفتره الجايه وايه الدور اللي هو منوط بيه. اولا مجلس الخبراء برئاسه سيليستيان من رواندا هو رئيس مجلس الخبراء، في اثنين نواب معاه، جيروم دامون حكم من جنوب افريقيا وكلنا طبعا عارفينه كان من فتره قريبه بيحكم، وايضا كمان يحيى حدقه من المغرب، اثنين نواب لرئيس اللجنه الرواندي. بخلاف ذلك في يعني 6 أعضاء من مناطق فرعيه بتغطي القاره الافريقيه، من اول الكابتن عصام عبد الفتاح بيغطي المنطقه بتاعه شمال افريقيا، ليم كي شونج من موريشيوس، نورمانديز من الكوت ديفوار، مالانج ديو من السنغال، ديفين ايفيا من الكاميرون، ونمبادا من بنين. الصوره اللي قدامكم دي ده المجلس اللي هيشارك في اختيار الحكام اللي هيديروا مباريات نصف النهائي دوري الابطال والكونفدراليه في الفتره من 17 اكتوبر حتى 25 اكتوبر. عندنا 4 مباريات متتاليه، 17 الوداد والاهلي، 18 الرجاء والزمالك، وايضا كمان 19 اكتوبر نهضه بركان وحسينيه اغادير، و20 اكتوبر بيراميدز وحريه كوناكري، ثم نهائي الكونفدراليه في الرباط يوم 25 اكتوبر. فبتتكلموا على مجموعه مباريات متتاليه في مكان واحد في ظرف اسبوع من 17 ل 25. طيب هؤلاء المجلس او هذا المجلس ازاي هيتم العمل بالنسبه للمرحله القادمه؟ اولا مفيش اي حكم تم اختاره باداره اي مباريات الفتره القادمه. طب ايه اللي هيحصل؟ تم توجيه الدعوة ل10 حكام ساحة و15 حكم مساعد لمعسكر تدريبي هيكون في القاهرة في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر القادم. الاتحاد الإفريقي ومجلس الخبراء هيجمع هؤلاء الأطقم التحكيمية في القاهرة لمدة 72 ساعة لكورس تطبيقي سواء عملي في أرضية الملعب أو على كورس الفار خلال الثلاث أيام من 10 ل 13 أكتوبر في القاهرة. ثم مجلس الخبراء مع أطقم التحكيم هتسافر مباشرة من القاهرة إلى كازابلانكا يوم 14 أكتوبر. بعد 14 أكتوبر يبدأ المجلس في انعقاده لاختيار الأطقم التحكيمية لمباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية. تمام؟ يعني أي تقارير الفترة الجاية هيقول لك إن تم التوجيه الـ يعني الرسالة لحكم فلاني أو المساعد أو كل الكلام ده غير صحيح. كل الحكام او العشر حكام اللي هيكونوا معاكم على الشاشه، لان النهارده احنا معانا اسماء الحكام اللي هيكونوا موجودين ومدعوين في هذا الكورس وهذا المعسكر هنا في مصر يوم 10 اكتوبر للتجهيز والتحضير قبل السفر، عشان كلهم هيسافروا مع بعض يوم 14 اكتوبر الى المغرب. تم توجيه الدعوه لمصطفى غربال الحكم الجزائري ماجيتي نضاي من السنغال، جان جاك نيدولا من الكونغو، بملكه سيما الاثيوبي، اليوم نيانت الكاميروني، إريك أوتوجو كاستان من الجابون، فيكتور جوميز الجنوب إفريقي، بكاري جسامة من جامبيا، مامادو كيتا من مالي،
مارتينيز هيلدر من أنجولا. هؤلاء دول العشر حكام الساحة اللي هيكونوا موجودين في معسكر الحكام في القاهرة الفترة اللي جاية من 10 إلى 13 أكتوبر، وهيسافروا يوم 14 أكتوبر. مين منهم هيدير المباريات؟ لغاية اللحظة دي ولا واحد من العشرة يعرف، ولا مجلس الخبراء اللي عرضت لكم أسمائهم اللي هيكونوا منوطين بهذه المسألة الفترة الجاية لسه. ليه؟ لأن هيكون عندهم اجتماع بعد يوم 14 الوصول للمغرب لاختيار الأطقم التحكيمية. بالمناسبة آخر حاجتين في إيجاز، تقنية الفار حاضرة بشكل رسمي في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية والمباراة النهائية بشكل رسمي. خلاص تقنية الفار تم اعتمادها، هتكون موجودة في سيمي فاينال والفاينال الفترة اللي جاية، وهيتم الاختيار ما بين هؤلاء الحكام حكام ساحة أو حكام فيديو بالنسبة للمرحلة اللي جاية. النقطة الأخيرة كمان، لما تم الدعوة للحكام وكان معهم حكام مصريين ومغاربة، أما قبل ما يتم طبعا استبعادهم عشان المباريات فيها فرق مصرية ومغربية، كان من مصر حكمين. بالمناسبة عشان أأكد على فكرة أن إبراهيم نور الدين مش مصنف رقم واحد، كان جهاد جريشة وكان أمين عمر، هم اللي مدعوين من الاتحاد الافريقي في هذا الاجتماع اللي تم خلال الايام القليله الماضيه، جهاد جريشه وامين عمر. ابراهيم نور الدين ليس مدعو لاي مباريات افريقيه، وبالتالي ليس مصنف رقم واحد في مصر، واكبر دليل استدعاء الاتحاد الافريقي للحكام المصنفين والاليت اي الفتره الجايه قبل مباريات دوري الابطال والكونفدراليه. الامر اتحسم، بعلن لكم بشكل رسمي ايه اللي بيتم وازاي هيتم الاختيار بالتصويت بعد ما يتم الترشيح. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ندخل في تفاصيل الحلقة أكتر ونتكلم على ترند الأهلي والسوشيال ميديا اتكلمت عن الأهلي وقالت إيه خلال الساعات القليلة الماضية. أهلا بحضراتكم من جديد، وترند الأهلي واللي كتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. لكن قبل ما ادخل في تفاصيل ترند الأهلي، معايا من خلال بث مباشر من ملعب مختار التتش بالجزيرة الزميل العزيز كريم أحمد، مراسل قناة النادي الأهلي، عشان يطمننا على الاستعدادات وتدريب النادي الاهلي اللي قدامكم على الشاشه اهو، استعدادا ان شاء الله لمباراه مصر باذن الله غدا. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل جمهور وعشاق متابعي قناه الاهلي في كل مكان. طمني على حاله الفريق والاستعداد، وطبعا بعد حسم الدوري بالطبع هناك استعداد خاص للفتره اللي جايه، ممكن يكون في راحه عدد كبير من اللعيبه الاساسيين، الدفع بعدد كبير من اللعيبه القادمين او الصاعدين من قطاع الناشئين. الصوره عندك في التدريب، مين واخد راحه، مين بيستعد لمباراه الغد، ايضا كمان المستجدات اللي قدامك في ملعب مختار التتش بالجزيره. الحقيقه طبعا زميلي محمد، يعني عايزين ناكد طبعا على المعنويات المرتفعه بشكل كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. حسم لقب بطوله الدوري العام رقم 42 شيء كبير جدا، اسعد كل جمهور النادي الاهلي واسعد اللعيبه. المباريات المتبقيه يعني خلاص انت عارف كلها تحصيل حاصل، لكن عندنا هدف، واكيد الجهاز الفني عنده هدف، اظهار بعض طبعا اللاعبين اللي ما كانش بتشارك خلال الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، وايضا كمان استعداد خاص مهم جدا ليها البطوله الافريقيه، وتحديدا طبعا المباراه الاولى هي مباراه الوداد المغربي. عايز اقول لك طبعا قبل انطلاق المران كالعاده هي الكواليس الخاصه بيها المباريات، كل المباريات انت عارف النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت مباراه كؤوس، نادي بيخش مباراه بطوله الدوري العام تحديدا كمباراه كؤوس، فاكيد النهارده كمان كان في استعداد قوي جدا من خلال محاضره فيديو قبل انطلاق هذه المباراه، متابعه طبعا كل الامور الخاصه بفريق نادي مصر. ويمكن ده اللي قاله مستر يونيف فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ، عايزين نعمل مباريات وعايزين نشوف اداء وعايزين نشوف اللعيبه طلعوا اللي عندكم، عايزين نسعد كل جمهور النادي الاهلي. خلاص حسمنا اللقب، مستنيين وجمهور النادي الاهلي مستني الاداء، وده اللي بنعمل فيه بشكل كبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي، ان احنا نشوف اداء ونشوف حماس ونشوف الجديه مع لعيبه النادي الاهلي بعيدا طبعا عن حسم لقب بطوله الدوري العام. يعني من خلال الصوره طبعا زميلي محمد، كل اللعيبه بتشارك فيها تدريب، يعني التدريب النهارده كان المفروض يكون 4:30 لكن بدا الساعه 5 طبعا زي ما اكدنا قلنا بمحاضره فنيه اولى. النهارده يمكن تدريب يعني نقدر نقول في جرعات تدريبيه مختلفه، يكون النهارده في كروسات، في تصويب على المرمى، يكون في تقسيمه طبعا مصغره. النهارده كمان باكد لك ان التدريب مغلق تماما طبعا، يعني انت عارف طبعا بيكون في بعض الستار حوالين ملعب استاد مختار التتش كلها مغلقه طبعا ليه سريه المران، زي ما باكد لك اقول لك مستر ريني فايلر واخد المباريات القادمه كلها كمباراه كؤوس. مش معنى ان النادي الاهلي قدر ان هو يحسم بطوله لقب الدوري العام ان يكون في استهانه بالمباراه القادمه، وده ايضا كمان اللي اكد عليه في المحاضره الفنيه الاخيره. ان شاء الله باذن الله مباراه الغد بالنسبه لفريق النادي الاهلي نشوف عدد من اللاعبين ما كانش بيتم الدفع بيهم، نشوف ايضا كمان مهام لبعض اللاعبين كمان. اتفضل زميلي محمد. اتفضل. يعني في التمرين موجود العربي بدري، محمد فخري، محمد شكري، مصطفى شوبير، في عدد من اللعيبه الصاعدين ممكن نشوفهم في مباراه الغد او في المعسكر ان شاء الله. علي لطفي كمان عايز اطمن عليه. بالتاكيد ده الامر طبعا، انا طبعا كنت يعني شايل طبعا موضوع علي لطفي وديفيد سيزا حتى هذه اللحظه.
طبعا يمكن اطمننا سريعا كده من طبيب النادي الاهلي على الحاله الخاصه به ديفيد سيزا مدرب النادي الاهلي وعلي لطفي، لسه طبعا يعني مش هيكونوا متواجدين، يعني نامل بقى الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله امر كورونا ده ينتهي بقى تماما من مصر. يمكن فقدان اي لاعب خلال الفتره اللي جايه بيأثر بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن يعني مش هيكونوا طبعا متواجدين في المعسكر سواء اليوم عقب انتهاء التدريب وايضا كمان في المباراه. لكن في نقطة مهمة جدا طبعا كنت حابب اتكلم عليها طبعا من خلالك ومن خلال برنامج ترند محمد طبعا على المباراة الخاصة بمباراة طنطا، يعني كل الامور طبعا والاتجاهات كانت بتشير ان المباراة ستكون في المحلة في استاد المحلة، لكن طبعا كان في تنسيق على اعلى مستوى بين الادارة التنفيذية هنا في النادي الاهلي وايضا مسؤولي نادي طنطا. بالفعل تم تحديد المباراة تكون يوم 26 وليس يوم 27، هي المباراة بالزبط. كانت محدد ليها يوم الاحد، هتكون المباراة يوم السبت في تمام الساعة 8 مساء. وايضا كمان النقطة الخاصة والهامة جدا ان هو هيكون تنظيم النادي الاهلي، يعني انت عارف ان هي مباراة طنطا هتكون طبعا تنظيم الفريق الضيف طبعا، لكن خلاص النادي الاهلي قدر ان هو يحسب هذا الامر، هيكون تنظيم النادي الاهلي على استاد السلام. هتفرق بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي، لان انت عارف محمد طبعا انت خبره كبيره في هذا الامر، اللعيبه بتعسكر في المنصوره أكيد. ثم بتروح على استاد السلام. لا وشرحنا ده في البدايه كريم، قلنا ده في البدايه لا للمباراه بسبب بالزبط. عدم وجود رخصه بالتاكيد لملعب المحله بسبب تقنيه الفيديو، والنادي الاهلي ساهم في هذا الامر. تمام يا كريم بالظبط. تمام كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا. اتفضل محمد اتفضل، وكل التوفيق ليك يا رب، وغدا ان شاء الله تكون مباراه جيده ويكون في دفع بعدد من اللاعبين الصاعدين عشان يتم التحضير بالنسبه للمرحله اللي جايه. كان بالتاكيد مداخله مهمه جدا وعلى المباشر من ملعب مختار التتش مع كل مشاهدي قناه الاهلي. لكن بسرعه ندخل في ترند الاهلي ونشوف السوشيال ميديا اتعاملت ازاي مع اخبار النادي الاهلي خلال الساعات الاخيره. قدامنا من الاهرام على صفحتها الرسميه على تويتر بتتكلم على ان الفريق بيستعد من خلال معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهه نادي مصر غدا. طيب الخبر اللي بعديه الوطن الرياضي من خلال ايضا كمان صفحته على الفيسبوك اتكلموا ان في 6 لاعبين بالتاكيد بينتظروا المشاركه امام نادي مصر، ابرزهم بالطبع حسين الشحات، وهتكون فرصه طيبه انك تدفع بحسين الشحات من بدايه المباريات. ايضا كمان محمود كهربا عشان تجهز هؤلاء لعيبه لمباراه الوداد المغربي ان شاء الله يوم 17 اكتوبر. كمان عندنا عدد من اللاعبين الصاعدين العربي بدر، محمد فخري، محمد شكري، بالاضافه كمان لمصطفى شوبير الحارس الصاعد، فهتكون فرصه طيبه. اخر حاجه معايا كمان من ترند الاهلي ومن خلال صفحه يلا كوره، مصدر بالاهلي ليلا كوره والصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك قالت ان مصدر قال ان عمار حمدي هيعود الموسم المقبل. بشكل عام ملف المعارين والصفقات الجديده وماذا سيحدث خلال الفتره القادمه، اكيد هذه الامور بتناقش خلال الفتره الحاليه في اجتماعات سواء تمت بالامس او في اجتماعات لاحقه خلال الفتره الجايه. لن نعلن اي شيء بشكل رسمي الا لما يتم الاعلان من خلال النادي خلال الفتره اللي جايه، لان هذه الفتره فيها اجتهادات كثيره جدا سواء الامر متعلق بفايلر او متعلق باللاعبين المعارين او المتعلق بالصفقات الجديده. وباكد لكم كل ما يشاع وكل ما ينشر بعيد تماما عما يدار داخل الكواليس، وفي الوقت المناسب النادي الاهلي هيعلن خطته للمرحله اللي جايه. اخرج الى فاصل ثم نواصل كلامنا في برنامج الترند بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. فقره ترند اونلاين بنهتم جدا بالسوشيال ميديا وتحديدا الشخصيات المؤثره اللي بتبقى دايما موجوده عبر السوشيال ميديا والجماهير بتحب تسمع لها او تقرا لها اهم المقالات خلال الفتره الاخيره. النهارده فقره الترند اونلاين بينورنا وبيشرفنا من خلال فقره السكايب الزميل العزيز والناقد الرياضي الاستاذ اسامه السويسي، اهم النقاد الرياضيين من اهم النقاد الرياضيين عبر السوشيال ميديا اللي بالتاكيد جمهور النادي الاهلي بيهتم وبيسمع لهم خلال الفتره الاخيره. استاذ اسامه منور الدنيا. نور نورك يا محمد، وتحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي قناه البيت الكبير. اهلا بحضرتك، وبالتاكيد فقره الحمد لله يمكن بتلقى ردود فعل ايجابيه جدا من كل جماهير النادي الاهلي. احنا بالتاكيد بنختص في الحديث ما يحدث عبر السوشيال ميديا واهتمامه الجماهير بما يتراءى لها خلال الفتره الاخيره سواء بمتابعتها للمباريات النتائج المرحله اللي جايه. تابعت السوشيال ميديا ازاي الفتره الاخيره؟ واحيانا بنشعر بجلد الذات في فتره معينه، اكيد مفيش حضور جماهيري في المباريات، محدش بيحضر في الاستاد، فطبعا كل واحد عنده راي عايز يقوله بيبقى من خلال السوشيال ميديا. خبراتك بقى شايف الموضوع ده ازاي، والنصيحه اللي توجهها للجماهير من خلال ترند اونلاين عبر قناه الاهلي. والله يا محمد انا بقالي يومين وده الثالث عامل اوف تويتر. عندي حاله احباط غير طبيعيه زي ما انت قلت كده. عندنا بعض المشجعين المفروض ان هم بينتموا للنادي الاهلي عندهم حاله جلد للذات بشكل غير طبيعي.
اولا الجمهور غايب عن المدرجات بقاله 8 سنين، من 2012 لغايه 2020 الجمهور مش موجود في المدرجات، الا هم نظر في بعض الحالات وفي بعض المباريات وبتاع بعض البطولات اللي بيكون فيها تحديدا المنتخب او المباريات الافريقيه للانديه المصريه. في المدرج كانت السيطره على الجمهور، وخصوصا الجمهور المتحمس المندفع، كانت بيبقى من السهل السيطره عليه. في السوشيال ميديا كل واحد حر، كل واحد بيكتب رايه، لكن شايف حالة تنمر غير طبيعية وافتقاد للثقة في فريق داخل على منعطف مهم جدا، منعطف دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأهم واللي كل جمهور النادي الأهلي مستنيها، الأميرة السمراء اللي غايبة عن النادي الأهلي بقالها فترة. اللي لاحظته في السوشيال ميديا مؤخرا إن جمهور النادي الأهلي كان عنده حالة وعي شديد، وأقبل وتصدى لحملات ومخططات غير طبيعية في الفترة الأخيرة بفضل الوعي الكبير. والجمهور السوشيال ميديا بقى هو المؤثر في ظل غياب المدرجات، اللي المدرجات بقت فاضيه. تمام؟ تمام فلما تيجي تتكلم، على مباراه انت متوج قبلها بطل للدوري، مباراه مصر المقاصه تحديدا، هتكلم بشكل محدد، انت متوج قبل المباراه دي بطل للدوري، تمام؟ واتعمل لك ممر شرفي، على فكره الممر الشرفي اتعمل ليفربول، وليفربول في مباراة مانشستر سيتي خسر خسارة ثقيلة جدا، تمام محد زعل على فكرة من أنصار الأنفيلد، واحتفلوا بالبطولة في نهاية الموسم احتفال غير طبيعي. تمام، أنت متوج باللقب قبل 7 جولات من نهاية الموسم، وبأرقام قياسية 23 فوز من 28 مباراة، متعادل 4 مرات وخسران مباراة واحدة بس. المؤكد إن في أخطاء دفاعية في مباراة مصر المقاصة، المؤكد محدش يختلف على الكلام ده، ولكن ولكن هل يجوز ان انت تصغر لعيبتك وتهاجم لعيبتك وتتنمر على لعيبتك اللي هو خط الدفاع بتاعك اللي هو ما دخلش مرماه غير 8 اهداف طوال الموسم، اقوى خط دفاع وبفارق كبير جدا عن اقرب المنافسين، اقرب منافس ليك على اقوى خط دفاع اهتزت شباكه اكتر من 20 مره تمام. الموسم ده، تيجي الناس تقول لك ما هو الشناوي شايل خط الدفاع، ما هو الشناوي ده دوره يا جماعه، الشناوي ده حارس مرمى النادي الاهلي، وحارس مرمى النادي الاهلي لازم يبقى دوره ده. تيجي يقول لك اصل احنا خايفين على الفريق قبل مباراه افريقيا، طب ما خوفك على الفريق ده لازم ينعكس على تصرفاتك، لازم تراعي ان الفريق اللي هيخوض دوري ابطال افريقيا هم المجموعه اللي انت بتنتقدهم دلوقتي، اللي هي اساسا من بدايه الموسم وتحديدا مباراه كاس السوبر اللي فاز فيها الاهلي على الزمالك 3-2، ودي كانت بدايه الموسم المحلي. المباراه دي تحديدا شهدت اصابه محمود متولي وياسر ابراهيم، مظبوط، واضطرينا نلعب باتنين قلب دفاع مش مكانهم، محمد هاني وحمدي فتحي، تمام، والنتيجه تقلصت بدل 3-0 الى 3-2. تمام، الخط ده والتحديد ده ما اكتملش في مباراتين على مدار الموسم، بالظبط، اتعرض محمود متولي وياسر ابراهيم وبعدين تمام سعد سمير ورامي ربيع وايمن اشرف ومحمد هاني واحمد فتحي وعلي محلول وعلي معلول وحتى محمود وحيد، كل الناس دي اتعرضت لاصابات. حتى مباراه مصر المقاصه اللي الناس بتتحامل على خط الدفاع فيها كانت الناس قبلها ب 24 ساعه بتسال مين اللي هيلعب جنب ايمن اشرف، بالظبط، لولا ربنا شفى ياسر ياسر ابراهيم. ابراهيم ورجع قبل المباراه ايه رسالتك، ب 24 ساعه. ايه رسالتك لجمهور النادي الاهلي يا استاذ اسامه؟ رسالة الجمهور النادي الأهلي، احتفلوا باللقب، احتفلوا ببطولة غالية جدا وثمينة جدا اتحققت رغم مصاعب كبيرة جدا، الناس مش حاسة لأن الموضوع اتحسم بدري بدري، ولكن النادي الأهلي واجه تحالفات داخلية وخارجية منتهى الخطورة، النادي الأهلي واجه أخطاء تحكيمية غير عادية وجسيمة، في المقابل هدايا بالجملة للفريق المنافس في الوقت انت كمان عانيت من اصابات وايقافات واعلام ضاغط عليك، وخصوصا مع مشايان اللعيبه اللي مشيت من النادي الاهلي، كل ده ما يشفعش للفريق، امال فين على الحلوه والمره معاه، تمام، خصوصا ان مفيش مره، دي خساره واحده بس. الحمد لله. طيب داخلين على المباريات، داخلين على المباريات رسالتي الافريقيه، اتفضل. رسالتي قبل المباريات الافريقيه زي ما قلت لك، هم دول المجموعه اللي هتخوض مباراتي الوداد ان شاء الله، تمام، فبالتالي عندنا كمان الحمد لله فرصه متسعه من الوقت بعد تاجيل دور نصف النهائي، عندنا متسع من الوقت ان شاء الله يكتمل شفاء رامي ربيعه، يكتمل شفاء ياسر ابراهيم،
ويحصل الانسجام، ومؤكد ان الجهاز الفني شايف زينا زيه الاخطاء ديت وهيحاول يعالجها علشان خاطر يحقق البطوله الاهم، البطوله اللي كل الاهلاويه مستنينها. كمان ما تنساش ان راجع لنا كمان حسين الشحات، إن شاء ورجع الله. لنا كمان محمود كهربا، والمساله هتبقى مختلفه تماما، خصوصا ان الدوافع في البطوله دي هتبقى مختلفه عند اللعيبه، وده انا واثق منه تماما. بطوله الدوري شبه محسومه من الدور الاول، فمش عايزين الناس يعني تقسو على نفسها وتقسو أكيد على الفريق. أكيد. آخر حاجة في 30 ثانية، مباراة الوداد، وطبعا الناس على السوشيال ميديا مهتمة جدا بالأطقم التحكيمية اللي هتدير هذه المباريات، لكن النهاردة طمناهم وقلنا لهم لسه بدري في معسكر في القاهرة، الحكام هيكونوا موجودين في الفترة اللي جاية، هيطلعوا من مصر على المغرب، لسه في متسع من الوقت، مش هيعلن أسماء الحكام قبل يوم 13 أو 14 أكتوبر بإذن الله. هو الناس خايفة من كل شوية تسمع بكاري جسام، بكاري جسام. طب يا جماعة يا جماعة، ما بالعقل كده، بكاري جسام آخر مباراة للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا أدارها بكاري جسام. هل من اللوائح والطبيعي إن بكاري جسام يدير مباراتين متتاليتين للنادي الأهلي؟ أنت كمان عارف الكواليس وعارف القواعد، وما ينفعش يدير مباراتين متتاليتين في نفس البطولة حكم واحد، فالمفروض إن إحنا نهدى ونعقل شوية. بس ومش أنا أي عندي تقارير. رسالة بالظبط صغيرة، بالظبط، عندي رسالة صغيرة بخصوص قناة الأهلي، ممكن؟ اتفضل يا استاذ اسامه. شايف هجوم غير طبيعي على قناة النادي الأهلي بسبب التقرير اللي حصل فيه غلطة غير مقصودة، وتم علاجها وتم تصحيحها، وده اللي اتعلمناه في النادي الأهلي. لما بنغلط بنعترف وبنقول إن إحنا غلطانين وبنصلح الغلط وبنرجع أكيد الحق لأصحابه، وده اللي حصل في التقرير. أكيد، وتم لكن تدارك الأمر لما فعلا تيجي بالفعل. ولكن لما الاقي بقى قناه نادي منافس ما وراهاش كلام غير آه الموضوع عادي، دوت، يبقى ده لازم، العادي، لا لازم، ما لا لازم بنحبش اقول نتكلم لهم على ستوب. المنافسين يا استاذ اسامه، انت فاهم طبعا اكيد وعارف، ما فيش مشكله. ما انا اكيد، هقول لك بس جمله واحده بس، انا عشان اللي اطلع بيته من لفاصل ازاز اتفضل. ما نحدفش الناس بالطوب، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. بس اكيد، شكرا جزيلا يا استاذ اسامه، وبالتوفيق ليك يا رب، ودايما منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي، وبالتاكيد كل المشاهدين من خلال فقره ترند اونلاين بنتفاعل معاهم وبنشوف السوشيال ميديا بتتكلم في ايه، وبنحب نسمع كمان من اراء النقاد الرياضيين او كمان الكتاب الصحفيين الكبار اللي موجودين على السوشيال ميديا، وبنشوف ارائهم في تفاعلات الجمهور عبر السوشيال ميديا. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل الفقره الاخيره، الترند العالمي ومشاركات الجماهير على سؤال حلقه النهارده. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره الترند العالمي، لكن قبل ما ابدا بالترند العالمي عايز اقول الاتحاد الانجولي لكره القدم منذ قليل نشر عبر صفحته الرسميه عبر تويتر القايمه المبدئيه اللي هتكون موجوده في شهر اكتوبر عشان المباريات الوديه في الفتره من 15 من 5 ل 13 اكتوبر، وتم اختيار اللاعب الانجولي لاعب النادي الاهلي جيرالدو ضمن قائمه منتخب انجولا في الفتره القادمه في معسكر شهر اكتوبر. هنشوف الفترة الجاية بقى فكرة استدعاء اللاعبين الأجانب بالنسبة للمنتخبات في الأجندة القادمة، اللي الأهلي بالتأكيد عنده استحقاقات سواء محلية أو إفريقية مع مباراة الوداد يوم 17 أكتوبر. لكن أبدأ بسرعة في الترند العالمي، وأول حاجة بالتأكيد معايا النجم المصري الأيقونة محمد صلاح. حساب وكالة الأمم المتحدة للاجئين في المملكة المتحدة على تويتر قالت إن محمد صلاح هيشارك في أول اجتماع افتراضي للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، داعيا كل طفل الى الحصول على تعليم جيد بما في ذلك اللاجئون. طبعا محمد صلاح نجم كبير جدا، والعالم اجمع بلا استثناء لما بيفكروا في نجوم ازاي يكون لهم دور سواء في الايتام او دعم اللاجئين او بيكون ابرز النجوم سواء كريستيانو ميسي، وايضا كمان نجمنا المصري محمد صلاح. الخبر اللي بعديه حساب سبورت على تويتر بيقول ان مانشستر يونايتد بدأ التفاوض مع برشلونه لضم عثمان ديمبلي، ولكن برشلونه بيشترط 100 مليون يورو لبيع اللاعب خلال الفتره اللي جايه. كمان حساب ديلي ميل على تويتر بيكلموا طبعا على سواريز النجم الاوروجواياني، احد النجوم بالتاكيد اللي كان متالق بفتره كبيره جدا سواء مع ليفربول او حتى مع برشلونه. حساب ديلي ميل بيقول ان الشرطه الايطاليه بتحقق في حصول سواريز على تأشيرة دخول إيطاليا عن طريق الغش بعد أن حصل على الأسئلة الخاصة باختبار اللغة الإيطالية مسبقا، وده أثناء مفاوضته مع أو تفاوضه مع نادي اليوفي يوفنتوس الإيطالي. دلوقتي سواريز في طريقه للانتقال إلى أتلتيكو مدريد الأسباني زي ما انتم شايفين من خلال اللقطات اللي موجودة على الشاشة معاكم.
تأكيد سواريز من النجوم المتميزين، لكن آخر سيزون تحديدا مع برشلونة ما كانش بالتأكيد ده ظاهر بشكل طيب جدا. بالتأكيد نتمنى نشوف الفترة اللي جاية سواريز في أتلتيكو مدريد، وإن شاء الله يكون حاجة مختلفة عن الفترة السابقة. مشاركات الجماهير على سؤال النهاردة واللي طرحناه بخصوص أفضل هدف شفته للأهلي في الدرع رقم 42، كانت فيه أهداف كثيرة جدا وكانت فيه نتائج الحمد لله متميزة، لكن نعرض مشاركات الناس معنا. أشرف أفندينا بيقول هدف السلية في حرس الحدود في الدور الأول من وجهة نظره كان أفضل هدف في الدرع رقم 42. الحسن عادل بيقول عمرو السلية في طلائع الجيش. نور محمد بيقول طبعا هدف عمرو السلية العالمي في طلائع الجيش من أحلى الأهداف في الدوري. بعض المشاركات معنا كمان، جمال جيمي بيقول حمدي فتحي ووليد سليمان. محمد تامر هدف السلية في طلائع الجيش. وابراهيم جودة بيقول هدف الحاوي في حرس الحدود. هدف الحاوي في حرس الحدود كان من الأهداف المتميزة وما يجيبوش بصراحة إلا الساحر وليد سليمان. إلى هنا بالتأكيد بتنتهي حلقتنا من برنامج الترند. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة.